جدول أعمال مزدحم لفيروس كورونا حل مؤخرا ضيفا ثقيلا في منطقة الخليج، هز مركز السياحة والأعمال بعد اكتشاف عشرات الإصابات وتسجيل حالات وفيات معظمهم قادمون من إيران. السعودية والإمارات والكويت تلغي فعاليات رياضية وموسيقية واقتصادية وتؤجل أخرى، وتغلق مدارس وجامعات وحتى حدائق الحيوانات في وجه الزائر غير المرغوب فيه. كورونا عبث أيضا في نفط الخليج، سلطنة عمان والبحرين وقطر يرجئون مؤتمرات للنفط خشية تفشي الفيروس بعد الكشف عن إصابات جديدة. إجراءات صحية صارمة تتخذها منطقة الخليج للقبض على الفيروس قبل تسلله عبر المنافذ الحدودية وإلى رئات مدخني الشيشة في مقاهيها. كورونا في أمريكا دفع الرئيس دونالد ترامب لتشديد قيود السفر إلى مناطق ترتفع فيها معدلات الإصابة. لم يكن أحد يريد منع القادمين إلى بلادنا، لكني فعلت ذلك مبكرا، وبذلك كانت هذه خطوة كبيرة، وإلا فإن الكثيرين من الأمريكيين سوف يصابون بكورونا. منظمة الصحة العالمية صرحت بأن الفيروس بات مترسخا في إيران كترسخه في أجساد مسؤولين في البلاد، ورفعت درجة تهديده بعد تزايد في حالات الوفيات والإصابات. إسبانيا سجلت أول حالة وفاة بالفيروس، وإيطاليا تواصل إرجاء مباريات في بطولاتها الرياضية، بينما تقول الصين مهد كورونا إن محاولات سيطرتها على الفيروس تتكلل بالنجاح بعد انخفاض ملحوظ في حالات الإصابات.